الراديو 90 90 هواها مصر. طيب احنا قبل ما نروح للتليفون حضرتك قلت لي اوف اير ان كمان المخدرات ليها اثار حاجات كتير جدا على الست الحامل وعلى طيب خلينا نقول في حاجات مصاحبه لادمان في قمه الخطوره. طيب الست المدمنه هو ده لو هي حامل هل ده بيأثر على الجنين؟ طبعا بيأثر على الجنين اللي هو المواد المخدرة بتعبر عبر المشيمة ممكن تأثر بعد كده على المخ. إذا كان بيأثر على المخ بتاعنا وأنا بغذي ابني فده بيأثر على ابني بيأثر على المخ عنده بيأثر على تكوين ابني ممكن يبقى عنده مشكلة عقلية تأخر ذهني ممكن يبقى عنده تشوهات في المخ كارثة بيأثر على ابني اللي بيرضع طبعا بيأثر على ابني اللي يرضع عشان بياخد مواد من عندي أكيد. المواد ده بتكون في جسمي الكارثة الكبيرة كمان موضوع الايد الايدز اللي احنا بنستخدم بص بقى بتستخدمي نفس القطنه وبتستخدمي الادوات نفس الحقنه مرت على 50,000 واحد ده الناس اللي مدمنه اللي هي الحقن بقى مظبوط ودي على فكره يعني لو تقولي مثلا 90 فرد ممكن تلاقي اكتر من 70 فرد بيجيله ايدز عشان خاطر هو بيستعمل نفس حاجه هذا الشخص وبيتنيل عند هذا الطريق ممكن هو واحد بيسمعنا يقول لك لا لا ما انا ابن ناس لا انا بجيب لنفس السرنجه بتاعتي غير لكن لا وانت قاعد مع اصحابك والدماغ بقى خلاص ابتدت تتغيب هتلاقي صاحبك بيناولك السرنج ومش هتاخد بالك القطنه الدم انت خد بالك انت مثلا المسام بتاعتك ما قفلتش والابره بتاعته جت عندك الدم دخل في المسام بتاعتك وانت مجروح كارثه ايدز على طول طبعا لعل وعسى يعني انا مبسوطه برضو حضرتك بتقول الحاجات المرعبه دي لان لازم نخاف يعني بجد لازم نخاف